عندنا مقلوبة الجمبري، يبقى عندي بتنجان شرايح ورز سمنة زيت جمبري، عندي جمبري بقشره طبعا، وعندي مرق كرات وكرفس وجزر بصل توم بصل متقشر ولازم يتحمر مش عارف ايه يعني الاثنين هي هي. طيب هندخل معاهم شوية سمك كمان حلوين اهو، وانا حطيت طاستين على النار كده، هنشوف هنعمل ايه الاكل الجميل النهاردة. طيب احنا هنا انا شايف مكتوب بصل مرتين بصل مش عارف على ايه. طيب هنجيب المضرب بتاعنا اللي احنا ضاربين فيه الجزرايه دي، عن ايه طبعا هيبقى معاه لوز محمر، ادي بصل تاني اهو، كده قرن فلفل حار كمان، طيب كده عندنا حته بصلية كبيرة عايزة تتكسر. هنا بقى نحط الزيت بتاعنا بعد كده نحط البصل، وادي الكرات والكرفس اهو، نصلي على رسول الله كده. ده توم ده البتنجان بتاعي هنحمره نقلب، ونجيب البتنجان بتاعي ده نحط عليه شوية ملح اهو كده اهو. طيب نقلب، بعد كده نجيب الجمبري بتاعي، وادي سمك ادي توابل ناخد بقى ملح وفلفل طاسة على النار فيها شوية سمنة، نركز مع بعض شوية عشان الأكلة دي هتطلع حلوة إن شاء الله، هتطلع حلوة إن شاء الله. ده البتنجان بتاعي بقى ليه، أنا عايز اللون البراون ده، عايز اللون البراون ده. فلفل حار كده، حطينا الرز اهو مع الجزر المبشور مع السمنة بيسخن براحته اهو، وقالنا البتنجان على النار، خلي ده كده عشان المخرج يشوفه
اهو، ولسه هنسقيه دلوقتي مع حضراتكم. طيب والبتنجان بتاعي بيتقلي اهو، ادي شويه الجزر دول ليهم كمان عشان يدوني شكل حلو. حطينا ملح، نيجي بقى هنا ارص بقى الجمبري بتاعي اللي انا خدته بلانشي. كده ده لوز اهو، كده هنا الرز اهو حطيناه مع الشوربه بتاعتي اللي عامل فيها الجمبري والسيفود اهو. كده اغطي عليها وخليها تستوي براحتها. حبه جزر اهو